الحر المسلم لا يجوز له أن يتزوج بمسلمة رقيقة. لما؟ لأنه يعرض أبناءه للرق، لأن الأولاد يتبعون أمهاتهم سرية ورقة. فلا يجوز إلا في حالتين: إذا لم يجد مهرا للحرة، أو لم يجد ثمنا لشراء أمة. فإنه إن وجد ثمنا لشراء أمة فلا يجوز أن يتزوج بالأمة. قال عز وجل: ومن لم يستطع منكم طولا، يعني غنى، أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، إلى أن قال: ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم. فإذا تزوج بأمة ولم تكفه فله أن يتزوج بثانية، فإن لم تكفه فثالثة، فإن لم تكفه فرابعة.